نظمت القوات المسلحه احتفاليه بمناسبه حصول كليه الطب بالقوات المسلحه على الاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكه المتحده البريطانيه جي ام سي بان التعليم بكليه الطب بالقوات المسلحه يتطابق مع معايير التعليم بكليه الطب بالمملكه المتحده ياتي ذلك في اطار حرص القياده العامه للقوات المسلحه على دعم المنظومه الطبيه للارتقاء بمعايير الجوده الطبيه لتتماشى مع معايير الجوده العالميه في التخصصات الطبيه المختلفه. نظمت القوات المسلحه احتفاليه بمناسبه حصول كليه الطب بالقوات المسلحه على الاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكه المتحده البريطانيه جي ام سي بان التعليم بكليه الطب بالقوات المسلحه يتطابق مع معايير التعليم بكليات الطب بالمملكه المتحده. بدأت الاحتفالية بعرض فيلم تقديمي عن دور ومهام وإمكانيات كلية الطب بالقوات المسلحة، وألقى اللواء طبيب خالد شكري مدير كلية الطب بالقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للساده الحضور. مشيرا الى الدعم الذي توليه القياده العامه للقوات المسلحه للارتقاء بمنظومه العمل الطبيه والتي توجت بالاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكه المتحده البريطانيه جي ام سي لتعظيم وتكامل الاستفاده من الخبرات والامكانات المتاحه في المجالات العلميه والبحثيه المختلفه، كما استعرض مدير التعليم الطبي بكليه الطب بالقوات المسلحه اجراءات ومراحل الاعتراف. وتضمنت الاحتفاليه عرض التقرير النهائي من المجلس الطبي العام بالمملكه المتحده البريطانيه جي ام سي وتسليم شهادات الاعتراف من السيده هيلين فيذرستون رئيس الخدمات الدوليه بالمجلس الطبي العام بالمملكه المتحده البريطانيه. حضر الاحتفاليه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه وعدد من قاده القوات المسلحه وعدد من الشخصيات العامة.